صارت عند بعض المنتمين للدين وللشرع أول سؤال يسألون به يسألونه أطفالهم ومناشئتهم، وأول من أقبل من العوام أين الله؟ وهذا السؤال مركب على إرادة تصور لمكان يحل فيه الجبار الأعلى الذي خلق الأماكن وخلق الأزمنة وعزة وجلاله، لا يحتاج إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى قلم ولا إلى جنة ولا إلى نار ولا إلى أرض ولا إلى سماء، والله إنها المحتاجة إليه، والله إنها المخلوقة له وفعله، وهو الأكبر الأعلى من أن يحل في شيء منها أو شيء منها يحل فيه جل جلاله وتعالى في علاه. ليس هذا وصف إله، هذا وصف جسم، هذا وصف مخلوق، هذا وصف منحوت حادث. الحق أكبر من أن يحل في شيء من السماوات والأرض بذاته العلية المقدسة أو يحل فيه شيء من السماوات والأرض وما بينها. هو الإله، هو الإله، هو الإله، لا إله إلا الله. والألوهية تقتضي هذا، وأما إذا بغينا مكان السكون وفي مكان هذا مخلوق من المخلوقين، هذا جسم من الأجسام، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. ولخص ذلك في بعض أقواله الإمام الشافعي في قوله آمنت بالله وبما جاء عندنا على مراد الله. يا متعمقين يا متطاولين يا مبالغين، شيء أكبر من هذا؟ أنا آمنت بالذي جاء عن الله على مراد الله نفسه، تبغوا شيء أكثر من هذا؟ وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول على مراده، مش على لعبكم، مش على أهواءكم، مش على تفسيراتكم الباطلة، على مراد النبي. أنا آمنت بما قاله النبي على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يطالب الله عباده بأكثر من ذلك؟ آمنا به كل من عند ربنا.